السلام عليكم. هنتكلم في حلقتنا النهارده ان شاء الله عن رايي في مسلسلات رمضان وتقييم لمسلسلات رمضان. هنتكلم ان شاء الله في حلقتنا النهارده عن 8 مسلسلات. العاده هتلاقي التايم لاين موجود ومتقسم بالثمان مسلسلات، وهتلاقي طبعا الديسكريبشن شباتر لكل مسلسل عشان لو عايز تروح على المسلسل اللي انت عايز تعرف تقييمي ليه ورايي فيه على طول. بس قبل ما ندخل بقى في حياتنا النهارده، يا ريت لو انت مش مشترك تنزل تشترك في القناه وتفعل زر التنبيهات عشان يوصلكم اشعار بالحلقات الجديده اول ما تنزل، وما تنساش تتابعنا على انستغرام وعلى فيسبوك وعلى تيك توك. ويلا بينا نبدا في حلقتنا النهارده. اول مسلسل معانا حابب اتكلم عنه وهو مسلسل المشوار، بطولة طبعا محمد رمضان ودينا الشربيني. انا كنت عملت عنه كذا حلقة يعني، وقلت ان هو خلاص يعني كان المخرج نفسه قفش. فبصراحة المسلسل سقطة كبيرة جدا وعلامة سودة في تاريخ محمد رمضان. محمد رمضان كنجم، فهو نجم كبير جدا وطبعا ممثل كبير، اداؤه عالي جدا، ولكن دايما اختياراته بتبقى سيئة جدا جدا جدا. يعني طبعا احنا النهاية كانت محروقة، القصة محروقة من اول تقريبا 10 حلقات، وعارفين النهايه، عارفين ايه اللي هيحصل فيها، عارفين هتقول لي ايه في الاخر. يعني حلقات ما لهاش اي لازمه خالص، مط كبير جدا في الاحداث، طول 30 حلقه بتجري ورا ان هو شنطه في الاخر بيسلمها للبوليس. يعني استخفاف بعقل المشاهد بشكل كبير جدا جدا. حلقات قصيره، مسلسل 30 حلقه ينضموا في 10 حلقات ويمكن اقل. مش دي القصه، مش دي الحبكه. مش عارف دينا الشربيني عملت في نفسها ليه كده. هي بتعمل لنا كل سنه مسلسل، وبيبقى مسلسل بياخد يعني قدر كبير جدا من المشاهد، بياخد تفكير كتير مننا. دايما بيبقى مسلسلاتها وراها لغز، بيبقى وراها تفكير، بيبقى وراها حبكه حلوه، بيبقى وراها دراما حلوه، بنشوف فيها احداث حلوه. عملت في نفسها ليه؟ طبعا اكيد عرض ما يترفضش مع وجود محمد رمضان، المسلسل كان هيبقى عالي، بس الله اعلم يمكن حصل تغيرات. احنا شفنا ان المؤلف والمخرج انفصلوا بعد تقريبا 10 حلقات ولا حاجه، وبقوا يعني كتبوهم بس اشراف على التاليف واشراف على الاخراج، يعني اللي هو ايه بيداروا حاجه زي ما يكون بيداروا حاجه كده. لكن المسلسل كان فاشل وبجداره، ومن اسوأ مسلسلات رمضان اللي انا ندمت بصراحه ان انا ضيعت وقتي واتفرجت عليها. ولكن كنت دايما مستني اقول يمكن يبهرونا، يمكن يبهرونا، ولكن للاسف المسلسل سيء جدا جدا جدا. تقييمي للمسلسل يعني 5 من 10، وده يعني انا مديله تقييم عالي كمان عالي. واتمنى ان السنين الجايه محمد رمضان يا اما ياخد راحه، يا اما يرجع يعني يعمل لنا مسلسل فعلا بقى قصه حلوه. يعني من بعد نصر الصعيد وكل الاعمال وقع بصراحه، يعني مش اعمال قيمه انها تبقى تليق باسمك. يعني انت نجم كبير، عايزين اعمال اقوى من كده بشكل كبير. احنا شغالين عشان مشاعرنا بتقول لنا انتوا بتعملوا كده عشان بتحبوا البلد دي. اللي عايدوا من داعش هيروحوا فين؟ هو ده السؤال. المسلسل اللي هنتكلم معاه النهارده هو مسلسل العائدون، وبصراحه برضو انا محبط بشكل كبير جدا من المسلسل ده. امير قراره برضو كل تاني سنه على التوالي بيجينا يعني باخفاق كبير جدا جدا، بعد طبعا نسل الاغراب السنه اللي فاتت والفشل الذريع اللي يعني المسلسل عمله، بيجينا بمسلسل العائدون، ومسلسل برضو ولا ليه اي 30 لازمه. مسلسل مش عارف هو عايزين منه ايه، يعني كان ايه، يعني ايه الفكره؟ احنا عارفين خلاص ان داعش ارهابيه، عارفين ان داعش مستهدفه الوطن العربي ومستهدفه مصر، وان مصر ابطال وفيها مخابرات وفيها جهاز امن كويس، وكل ده احنا عارفينه. فين التجديد في القصه؟ يعني انت جبت لي اول حلقتين ثلاثه كانوا روعه مع وجود محمد فراج والمشهد اللي اداه بشكل رائع جدا، بعد كده حلقات كلها زي برضو مده الحلقه مش معقول تعمل لي حلقه في مسلسل 16 15 دقيقه. يعني ازاي الحلقه بتبقى مثلا 21 دقيقه منها في الحلقات السابقه والتتر في الاخر؟ يعني انت الحلقه بالظبط 16 دقيقه، لدرجه ان المواقع كانت بتجيب لك التتر النهائي على اساس تخلي الحلقه مثلا 20 دقيقه. يعني اصل لو شالت التتر مع اللي هو في الحلقات السابقه حرفيا الحلقه تبقى 15 ويمكن 14 دقيقه كمان. ايه المغزى من المسلسل؟ امير قرار نجم كبير جدا، بيبيع كل سنه، بيعمل مسلسلات حلوه، عندك كلبش، عندك الاختيار، كانت حاجه حلوه، لكن عندنا فقر كبير جدا في الافكار، فقر كبير جدا في الابداع، مش للدرجه دي. يعني بصراحه المسلسل انا ما كنتش شايف ليه اي لازمه، حتى انا مش يعني ان انا اقول ان الاحداث تتلم في 10 حلقات
حلقات، بس حتى لو كان المسلسل ده كله اتعمل 10 حلقات كان برضو مش هيبقى حلو. فين المغزى؟ فين القصة؟ فين يعني ايه الفايدة؟ انا استفدت ايه انا دلوقتي من انت ارهابيين وقضيت عليه؟ طب ما دي نفس القصة، مفيش تجديد، مفيش روح كده في المسلسل، مفيش حماس. حتى المشاهد اللي انت مثلا هو بيقبض على اللي هو القناص اللي كان جاي ما كانش فيها روح كده، ما كانش فيها حماس، ما كنتش قاعد متحمس، لو قاعد عادي بتفرج عادي، ايه الحماس اللي موجود فيها؟ حتى القبض على سياف ما كانش فيها الحماس، ما هددوش حتى بالحزام الناسف، فيش اي حاجة من دي خالص. فلا، فبصراحة لو فضلتوا ان انتوا تستمروا على هذا المنوال في السنين الجاية هيبقى فشل وفقر في الابداع. وانا مستخسر، احنا عندنا ناس كتيرة جدا قيمة، كادرات، ممثلين، مخرجين، يعني مؤلفين، فين الابداع يا جماعة؟ فقر ابداعي تماما موسم رمضان ده. بس فبصراحة برضو تقييمي للمسلسل ده هيبقى 5/10، وبرضو كرمه قوي قوي. اه يا ولاد ابو الهنا بيبو، ايه ولا لا تلعب؟ طيب يا ولاد ابو الهنا، افتكروا بقى انكم بتجروني الحرب، مش عايز اخش. المسلسل الثالث اللي اتكلم معاه النهارده بقى هو بالنسبه لي حلويات رمضان، يعني مساء الهنا من بليغ ابو الهنا، مسلسل راجعين يا هوا، يعني بطوله يعني البرنس خالد النبوي، حاجه كاريزما، ممثل رائع جدا جدا، صوت كاريزماتيك، هو كاريزما نفسه، نظرات عينيه، اداؤه رائع جدا جدا، مع يعني اتنين مسلسل ما كانش هينفع من غيرهم، اتنين نعمه الاختيار. يعني طبعا المسلسل يعني مبني على كتاب للرائع انور طفيع عكاشة، يعني بس احنا بنتكلم برضو عن اداء تمثيلي رائع جدا، هما اتقدم كمسلسل، اتقدم كدراما قويه جدا جدا جدا. يعني انوشكا مع غاده، انوشكا ووفاء عامر، اللي ما كانش ينفع المسلسل يبقى من غيرهم، الاثنين ادوا الادوار بحرفيه عاليه جدا جدا. يعني ما شفتش بصراحه، ما فيش ممثل كده جه على بالي او ممثله تيجي على بالي تاخد الدور ده منهم، لا يعني نعمل الاختيار. غير الوجوه الشبابي الكتيره اللي موجوده اللي قدموهم في المسلسل، اللي قدم اداء عالي جدا جدا يعني في المسلسل، برضو ما كانش ينفع المسلسل يبقى من غيرهم، لان هو المسلسل المفروض ان هو قايم على الجيلين، يعني الجيل الكبير والجيل الشباب اللي موجود ده. لا، فكان روعه جدا. نور يعني خالد النبوي اللي يقول لك واسطه مش واسطه، والله حتى لو داخل واسطه فانا قبله، يعني انت ونعمل واسطه، هي الواسطه اتعملت للناس دي، الواسطه اتعملت للمبدعين دول بصراحه، يعني حتى لو هو داخل واسطه، مع انهم ناكدوا هو اصلا خد الدور قبلها بثلاث ايام، وان الموضوع ما كانش فيه اي واسطه ولا اي حاجه، بس انا راضي بالوسطه اللي من النوع ده، راضي بالوسطه اللي تحط واحد في مكانه الصح. لا، في كاريزما عاليه جدا منه كده، مع انه شاب لسه عنده 24 سنه، الا ان هو لا، كاريزما ابوه، كاريزما ابوه واضحه جدا عليه، يعني لا اداؤه رائع، يعني نعمه برضو الاختيار في الدور ده. فلا، فبصراحه اداؤهم رائع جدا جدا كلهم، حتى عمرو يعني اللي هو الممثل نسيت اسمه، مع انه يستاهل ان انا افتكر اسمه، قدم دور الرخم بحرفيه عاليه جدا جدا جدا، يعني اللي هو انت طالما احنا هناك كده فلا، فخلاص يعني انت اديت الدور صح. وبرضو دور رؤوف كان رائع جدا. فبصراحه المسلسل ككل كان ان هو فاكهه رمضان. للاسف انا ما شفتوش طول احداث مسلسل، يعني طول رمضان انا ما شفتوش، شفته بعد رمضان في الاسبوع اللي فات ده كله، فلا ورا بعض ورا بعض ورا بعض، لا حاجه رائعه جدا جدا. نجم احمد بديه، وانا بقول نجم، انا بصراحه مختلف على اخر اعماله، من ساعه ما كبر ما حبيتلوش اعماله نهائي، حتى دوره في المداح ما حسيتوش بيمثل، كنت بحس ان هو بيتصنع، يعني كنت بقى يعني هو ممثل المفروض كبير جدا، ففي دوره في المداح ما كان بحس ان هو في تصنع في التمثيل، مش ممثل، انت بتمثل، باين لي قدامك ان انت بتمثل. الا ان دور يعني العم جابر روعه، ابهرني، حبيته جدا، حبيت اداؤه جدا. بصراحه المسلسل رائع جدا جدا، والنهايه حلوه جدا، الاحداث كلها حلوه، فيعني لا انا اتضايقت ان هو خلص. فبصراحه المسلسل ده بالنسبه لي من احسن مسلسلات رمضان السنه دي، وهديه 9/10. مش هتقدر عليهم يا صاحبي، عايز بالله صابر، باين له حن الايام زمان. صابر بقى، احنا خلاص، اوعى تنسى الخير. المسلسل الرابع معانا وهو مسلسل المداح الجزء، طبعا بيبقى فيه تحدي كبير جدا ان الجزء الثاني يبقى هو نفس يعني بنفس قوه الجزء الاول او اقوى من الجزء الاول، وان الجزء الثاني ما ياخدش من نجاح الجزء الاول، وان لازم الجزء الثاني يبقى فكره حلوه والجو ده كله. طبعا اضافات الموسم الثاني كانت رائعه، هبه مجدي هي علت المسلسل وبشكل كبير جدا جدا مع سهر الصاير، لكن بصراحه انا ما شفتش اي جديد في المسلسل ده، فبالنسبه لي
الجزء الاول والجزء الثاني الاثنين متساويين في القوه يعني ده نفس قوه ده يعتبر نوعا ما نجاح، ولكن كنت اتمنى حاجه اقوى. مش عارف هل ده سببه الرقابه. انا سمعت ان هو على لسان حماده هلال ان الرقابه حذفت مشاهد. هل حذفت مشاهد؟ طبعا اكيد حذفت من المشاهد اللي هي مع الجن والحاجات دي. هل المشاهد دي اثرت؟ هل لو كانت المشاهد دي موجوده المسلسل كان هيعلو بشكل كبير ولا لا؟ انا مش عارف لان ما شفتش المشاهد المحذوفه دي، ولكن نفس رتم الموسم الاول طول 30 حلقه دراما، مشاهد خفيفه جدا مع الجن، مناوشات بسيطه جدا مع الجن، حلقات تتعدى على الصوابع فيها، وفي الاخر خالص بيحرق الجن وبيحرق الشيطان اللي هو موجود في الاخر. الموسم الاول معناه شفناه في اخر حلقه، والموسم الثاني شفناه برده في اخر حلقه، بس الاداء ما كانش قوي. حسيت برده مشهد الموسم الاول كان اقوى، الحلقه الاخيره من الموسم الاول كانت اقوى من الحلقه الاخيره من الموسم الثاني. حسيت ان هو بيطلع الجن في الموسم الاول ده وبيحرق الشيطان كان اقوى بشكل اكبر من الموسم، من يعني الموضوع مع ان صار الصايغ كانت قويه جدا، لكن كتوتال مسلسل الدراما الاضافات هبه مجد زي ما قلنا ده خلت الكفه متساويه. ولكن لو الموسم الثالث هيبقى بالنظام ده ومش هتعرف تخليه اقوى، مش هتعرف تزود مشاهد الجن، مش هتعرف تزود مشاهد يعني الرعب اللي موجوده فيه، المشاهد دي تبقى اقوى من كده، اتمنى ما تعملش موسم ثالث. مش هيبقى كويس ان انت تعمل لي موسم ثالث ويبقى بنفس المستوى ده. يعني احنا عايزين اقوى، في اقوى من كده؟ يعني المفروض انت ممثل مسلسل في جانب رعب، عارف ان الرقابه هتكون، فلو الرقابه تمنع برضه مشاهد وهتوقع من ابداع الاحداث ده، اتمنى ما تعملش يعني خلاص يعني توقف على كده، عشان يبقى خلاص اسطوره المداح مسلسل تحفه. طبعا ادائك عالي، حمادة هلال نجم كبير جدا، فاتمنى ان هو لو فضل على كده ما يكملوش على هذا المنوال، لان بصراحه يبقى موضوع رخم شويه. عايزين حاجه اقوى. فيعني تقييم الموسم الثاني مسلسل المداح هيبقى هو 7.5 من 10. صباح الخير يا جلجل. المسلسل الخامس معانا وهو مسلسل مكتوب عليا، اقرا حسني عمرو عبد الجليل ايتن عامر هنا يعني هنادي بهنا. بصراحه المسلسل كان رائع جدا، مسلسل كوميدي حلو، قصه جديده ما يعني شفناهاش قبل كده. يصحى يلاقي مكتوب على دراعه حاجه، الحاجه دي بتتعمل، هو بقى بيترجم اللي مكتوب ده بمزاجه هو، وبيتفاجئ انها حاجه تانية يعني مش موجوده، ولكن بيحصل في الاخر ان اللي هيحصل هو اللي مكتوب عليك، مش حاجه هتقدر تغيرها، اللي مكتوب عليك هتشوفه، مش تقدر تغير القدر. التسلسل الدرامي بتاع المسلسل كان حلو جدا، يعني الا ان هو في بعض الحلقات قلشت منهم، بعض الحلقات افرت منهم نوعا ما، بعض الحلقات كانت ممله، ما كانش طول 30 حلقه يعني بيرفكت، الا ان المسلسل كتوتال كان مسلسل حلو، ضحكت فيه كتير، لحظات كتيره ضحكت فيها، بس كنت اتمنى اضحك اكتر، الا ان برضه ضحكت كتير. يعني اكرم حسني ممثل رائع جدا، طبعا نجوم الفيسبوك يعني السيس اللي موجود معاه رائع جدا، ده برضه حاجه حلوه، مع برضه اللي هي اخته برضه من نجوم الفيسبوك، يعني الناس الانفلونسر اليوتيوبر الفيسبوكر موجودين، ده حلو برضو. يعني حلو ان انت دخلت لي في الدراما الناس الموهوبه دي، لان دي ناس ما دخلتش بالواسطه، دي ناس حفرت طريقها كده، حفرت انها تظهر على الشاشه، حفرت بايديها عشان يوصل للي هو بقى يجيب متابعين على الفيسبوك. تعب قد ايه وقدم يعني محتوى وتعب جدا جدا، فحفر فرصته بنفسه ان هو يقدر يظهر في الدراما رمضان، وده نجاح كبير جدا ليهم. فطبيعي يعني نشكر صناع العمل ان هم ادوا الفرصه دي للناس دي، لان هو المسلسل طلع في الاخر كصوره حلوه، لكن برضو بعض الحلقات، بعض الحبكات، بعض المكتوب كان نوعا ما بطيء شويه. برضو دور عمرو عبد الجليل كنت حابه يبقى اقوى من كده شويه، يعني دور عمرو عبد الجليل بقاله كام سنه كده كل اختياراته واحده، يعني حتى فيلم برضو المسلسل واحد تاني، فيلم واحد تاني بتاع احمد حلمي نفس الدور، ادواره كلها تحسها متشابهه كده. فانا حابب ان عمرو عبد الجليل بقى يغير جلده، لان هو ممثل عالي جدا، دايما بيعمل لنا ادوار كده ايقوني كده، ايقوني موجود معانا بيعلم معانا بشكل كبير جدا. فاتمنى ان الايام اللي جايه يغير من جلده شويه وياخد ادوار اكتر واكتر. تقييم المسلسل مكتوب عليا هيبقى 7.5 من 10. قسما بالله انا اللي عاوز مامي، مش مامي، مامي عايز اقولها بنتك لو دبت صباحها الصغير في ميه البحر المالح اتحليه، قول لي انت مين يا ولدي؟ اقول لها انا الكبير.
المسلسل اللي بعد كده معانا وهو مسلسل الكبير قوي، هو فعلا كبير قوي، احمد مكي رائع جدا جدا، اخيرا عوده رائعه محمد سلام. المسلسل تحفه 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 تحفه، يعني طول 30 حلقه ما بطلتش ضحك بصراحه. يعني انا بحب المسلسل، بحب الكبير، بحب احمد مكي حاجه عاليه جدا، وطبعا ختامها مسك، ختام الموسم كان مسك كده بمهرجان المزاريطه الدولي، واللقاء المنتظر، لقاء السحاب ما بين قدرس وما بين محمد سلام. اللقاء ده كان يعني مستنينه بشكل كبير، اثبت قد ايه ان محمد سلام نجم كبير جدا جدا جدا، ان انت شايف الشخصيتين قدامك كده، ده حاجه وده حاجه فعلا، يعني ده عمل ده ازاي؟ لا حاجه روعه جدا، بيبين لك قد ايه ان هو نجم كبير، يعني موهبه عاليه جدا جدا، كله انا عملتك هعمل غيرك يعني. فبصراحه كان عالي جدا. والمشهد الاخير برضه من قفله الموسم ان هو ميكي جه وبيقول له يعني انا شفت ثلاثه شبه جوه، كان نفسي بقى ميكي يقابل الشخصيات بتوعه ويقابل الثلاث شخصيات دي، كان اظن كان يتعمل عليها حلقه كامله لوحدهم كده مع بعض، كان هيبقى حاجه عاليه جدا. لكن يبقى المسلسل قوي جدا، هو افضل مسلسل كوميدي ضحكني في رمضان بصراحه يعني. ويعني مبسوط جدا ان في موسم ثاني سابع هيبقى معانا، يتجدد الموسم كمان، ده هيبقى حاجه عاليه جدا. طبعا رحمة احمد بدور مربوحه اضافه قويه جدا، العتره اضافه قويه جدا، طفل برضه جوني اضافه قويه جدا 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 للمسلسل. بس كنت اتمنى يبقى مشاهد الثلاثي مع بعض اكتر، حسيت ان الموسم ده المشاهد ان هما الثلاثه مع بعض كانت قليله، او في اتنين شخصيين مع بعض كانوا قليلين، مش عارف لضيق الوقت ولا ايه، ولكن كنت حابب يبقى مشاهدهم مع بعض اكتر واكتر. تقييمي للموسم ده هيبقى 9 من 10. وضعيتك الاولى، وريني هتبقى احمد زكي ضد الحكومه ولا لبلبه في ليله ساخنه؟ على طول كده هبقى لبلبه طبعا. المسلسل اللي بعد كده معانا هو مسلسل سوتس بالعربي، آسر ياسين واحمد داوود، حاجه عاليه جدا 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 يعني. بصراحه المسلسل تحفه، انا ما شفتش النسخه الاجنبيه وشفت منها حلقه، ولكن الطابع العربي حلو جدا جدا. طبعا آسر ياسين الكاريزما عاليه جدا جدا، لايق على الدور، يعني الدور تحس ان هو مكتوب له كده، فحاجه كانت روعه 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 يعني. احمد داوود طبعا حاجه كبيره جدا، انا بحبه جدا، بحب تمثيله، المفروض ان هو بيقدم دور اصغر منه سنا، تقريبا عنده 40 سنه، قدم دور اصغر منه سنا، قدمه بطريقه عاليه جدا. طارق عماد برضو من كل الممثلين، صبا مبارك، كلهم تحفه تحفه بصراحه يعني. المسلسل كان توليفه حلوه، عجبتني التوليفه، عجبتني القصه، عجبتني الموضوع. في سنه تغيير عن النسخه، اكيد النسخه الاجنبي برضو في ناس بتقول لك في تشابهات، ايا إن كان انا عاجبني الاقتباس، بس لو كان بيطلع بالمنظر ده، لو انت هتقتبس لي الاعمال وتطلعها لي حلوه كده تمام، بس ما تقتبسليش الاعمال وتضحك الناس علينا، يعني ده اللي انا هبقى متضايق منه. فاقتبس العمل طلعه الصوره دي، انا موافق جدا وهشتري جدا جدا يعني، وهبقى مستمتع كمان. انما انت تقتبس اعمال وتطلعها بشكل كوميدي، بشكل يضحك الناس علينا، ده هبقى معترض. وهم نجحوا بده، ده غير القدرات التمثيليه العاليه، ادري الشخصيه كانت عاليه جدا جدا جدا، ممثل عالي بصراحه بطريقه كبيره جدا يعني، هو دخلني المود، حببني جدا في الشخصيه، الشخصيه في تقلبات فيها لكن حبيتها وبشكل كبير. فالمسلسل ككل رائع، توليفه حلوه جدا يعني. هو قالوا في نهايه الموسم كده يعني راجعين، بس مش دلوقتي، ممكن يعملوا منه موسم تاني، مش دلوقتي، ممكن اظن هو مش رمضان الجاي، ايا يعني كان اتمنى اشوف موسم تاني من سوتس بالعربي، هبقى مبسوط جدا، لان بصراحه الكاريزما عاليه بتاعت الممثلين، الاداء كان عالي، التوليفه كلها كانت حلوه، عجبني برضو جدا. تقييم المسلسل هيبقى 8.5 من 10. يا بحر جزيرة غمام، جايب ايه للجزيرة في موجة؟ قول يا بحر، جايب ايه للجزيرة في موجة؟ اخر مسلسل معانا واخر مسلسل اتفرجت عليه في رمضان هو مسلسل جزيره كام غمام، يعني المسلسل اللي كان فيه حرب تمثيليه، حرفيا حرب تمثيليه، يعني احمد امين حاجه عاليه جدا جدا، فتحي عبد الوهاب، طارق لطفي، مي عز الدين، وفاء عامر، رياض الخولي، وما ادراك ما رياض الخولي، يعني الراجل ده من كتر الادوار ان هو خلاص، يعني الدور ده، دور الصعيدي ده مكتوب، هو مفيش حد بيعمله احسن منه، حاجه عاليه جدا. فتحي عبد الوهاب رائع جدا، طبعا محمد جمعه برضو مش هقدر ننساه، كلهم ادوا اداء عالي جدا جدا. طارق لطفي، في ناس كتير جدا بتقول لك دور الشر المطلق احسن دور شر نزل في الدراما المصريه، لا يا جماعه مش احسن دور ولا حاجه، احسن دور هو كان يروح للقدير نجم كبير جدا يحيى الفخراني في دور ونوس، ده احلى دور، طبعا هو نفس الكاتب عبد الرحيم كمال، ولكن ده يروح له. طارق لطفي نجم كبير، الا ان ونوس كانت شخصيه ثانيه جدا جدا. مشاهد كتيره جدا في الحلقه بالذات ما بين في المسلسل، بالذات لما بتيجي
ما بين عرفات وما بين خلدون، ومشهد الاكثر من رائع لما خلدون كان بيقول ده المشهد ده فعلا دقة، ده اللي لمسني. لما بيقول له هتقتل عرفات قال له لا 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 انا هقتل، انا ما بقتلش، انا ماليش دعوه، انا بقى يعني هو ايه مثل الشيطان اذ قال الانسان نكفر فلما كفر قال اني بريء منك اني غافر ربنا، يعني هو الشيطان بيلبسك اكفر اكفر اكفر، فانت كفرت انا بريء منك، هو يقول لك لا انا ما قتلش، انا عاوزك انت تقتل وانا مالي، انا ملاك، انا بريء، انا ماليش دعوه باي حاجه خالص. يعني هو ده كان اسقاطات رائعه جدا جدا جدا. مش هتكلم بقى عن اسقاطات سياسيه واسقاطات وي مسلسل كان رائع جدا جدا، الا ان هو كان اكبر خيبه امل ليا في رمضان، حرفيا نهايته خيبه املي بشكل كبير جدا جدا. المسلسل كان حلو، التسلسل الدرامي حلو، الدراما كانت عجباني على الرغم من ان في بطء كبير جدا في الاحداث، الا ان الاداء الرائع والحوارات الرائعه يعني اندهرت البطء ده بصراحه. يعني البطء كان مش باين بسبب ان قوه الدراما وقوه الحوار، فعدتها بشكل كبير ان الاحداث كانت بطيئه، الا ان انت نهيت نهايه بصراحه انا شايف النهايه غير موفقه تماما تماما. يعني وين الحلقه الاخيره، يعني الزباعه اللي انت بتمهدها من اول مشهد في الحلقه كانت ضعيفه جدا جدا، مشاهد ضعيفه، ما شفتش برضو، ما حسيتش بشده كده، ما حسيتش ان جسمي بيترج من جوه في اخر مشهد. الشر طبعا رجع تاني، ان الشر بيجي بيتلون وبيجي في الاخر وبيظهر تاني، بيظهر طبعا بصور مختلفه، غير ان التسلسل الدرامي انت ما نهدلش القصه عند وجود السادات تاني لما كان موجود في القريه وموجود في خطبه الجمعه، ودي حاجه لا، المسلسل في حاجه ناقصه، في حاجه كبيره ناقصه، في فجوه كبيره ناقصه. هل يا ترى كان دور الرقابه، لان حته ان هم يعمل حلقه اخيره ما كملتش 10 12 دقيقه والباقي كله كان اغنيه ويجيب لك فلاش باك واللي حصل ده، الموضوع ده في ان الله اعلم ايه اللي حصل، ولكن المسلسل كان ناقص بشكل كبير. يعني كان نهايه بس كان فاضل له تكه يبقى المسلسل قوي جدا والمسلسل يبقى تحفه، ويعني كنت هديله 10 من 10 حرفيا، الا ان النهايه حسيت في حاجه ناقصه. زي ما قلت ما حسيتش كده، خساره جدا النهايه دي على المسلسل القوي ده. فبصراحه كنت اتمنى النهايه اقوى من كده وبشكل كبير. كان يعني انت خلاص النهايه دي ادتني بقى اظهرت العيوب اللي كانت في المسلسل، بطء الاحداث، لكن ده ما يمنعش ان المسلسل كان قوي جدا، ان الحوار مع الاداء التمثيلي احمد امين ده عالي جدا، مي عز الدين بلون مختلف عليها روعه، طارق لطفي وفتحي عبد الوهاب حاجه عاليه جدا جدا. يعني فاحنا كل ده كان ممتاز، انا مشكلتي كلها من النهايه اللي يعني كنت اتمنى تبقى اقوى من كده وبشكل كبير. تقييمي للمسلسل للاسف هيبقى 8.5 من 10، بس ده الثمان مسلسلات اللي انا اتفرجت عليهم في رمضان، وده رايي فيهم وده تقييمي فيهم. اتمنى تقول لي رايك في الكومنتات وتقييمك للمسلسلات ايه. وطبعا موسم رمضان ده يعني كان مش اقوى حاجه دراميا، وده لغياب برضو الممثلين الكبار، وبسبب ان برضو يعني عندك اربع نجوم اتاخدوا كلهم في مسلسل واحد، اربع مسلسلات اتاخدوا كلهم في مسلسل واحد، ده ادى الى برضو هبوط نوعا ما الموسم الرمضاني ده. اتمنى ان الموسم الجاي يبقى فيه ابداع اكتر، يبقى فيه حاجه اقوى من كده، نشوف حاجات اقوى واقوى، لان احنا عندنا يعني ناس تقيله جدا في الممثلين تقال، عندنا مخرجين تقال، اتمنى نشوف حاجات اقوى اقوى يعني. طيب يعني افضل مسلسل بالنسبه لي، اكتر مسلسل استمتعت مشاهدته في رمضان الموسم ده، يعني هيروح هما اتنين، ما اقدرش اقول غير الاتنين دول يعني، وهو الكبير قوي وراجعين يا هوا، بيجي بعضهم على طول مسلسل سوتس بالعرب. بس ده كل اللي عايز اقوله في حياتنا النهارده. اتمنى تكون الحلقه عجبتكم، يا ريت لو الحلقه عجبتكم تعملوا لايك وشير للحلقه، بس انت مش مشترك تنزل تشترك في القناه وتفعل زر التنبيهات عشان يوصلكم اشعار بالحلقات الجديده لما تنزل. تابعونا على انستغرام وعلى فيسبوك وعلى تيك توك، اشوفكم في حلقه جديده باذن الله.